ظاهر. وبعد كده قال لي حضرتك معاكي فيكي بنت، فانا دلوقتي معايا توأم. بصي، دايما الناس في الاول لما بتسمع لفظ طاقه بيتخيلوا انها علوم روحيه او حاجه ما وراء الطبيعه، بس في الحقيقه هي علوم علميه جدا وبتعتمد في الاخص على علم الفيزياء. يعني الحقيقه العلميه المثبته في الكون ان كل حاجه في الكون بما فيها احنا بتتكون من ذرات، والذرات دي بتتهز وليها ذبذبات. يعني مثلا زي ايه، انت معاكي مثلا حجر ورميتيه في الميه، هتلاقي حوالين الحجر بيتعمل تموجات دوائر. بالظبط كده، دي هي الذبذبات. جه العلماء قسموا كل حاجه في الكون، قال لك الكون بينقسم الى ماده وطاقه. الماده اللي هي الحاجات الملموسه زي مثلا الميه، زي الذرات، زي المعادن، والطاقة الحاجة الغير ملموسة زي مثلا الضوء، زي الأشعة. جه ألبرت أينشتاين قال لك لا، احنا كل مفهومنا عن المادة ده خطأ. المادة دي هي عبارة في الأصل عن طاقة بس قابلة للشعور بواسطة الحواس بتاعتنا. يعني احنا نقدر عن طريق حواسنا ان احنا نحس بالمادة دي. الطاقة عبارة عن ايه؟ يعني حاجة انا بحس بنتيجتها بس مش بشوفها او يعني بلمسها بايدي. بالظبط كده، بقى صوت، كل دي طاقه. بالظبط كده. يعني انت مثلا لو حطيتي في عربيه بنزين هتلاقي ان العربيه بتمشي مثلا نتيجه لتولد الحراره مثلا في العربيه، بس انت مش بتشوفي تولد الحراره دي، انت بتشوفي بس النتيجه ان العربيه بتمشي. تمام. الكلام حتى بتاعنا واحنا بنتكلم دلوقتي مثلا موجات. بالظبط كده. احنا بنسمع الصوت لكن مش بنشوفه. مظبوط. وعلى كده بقى امثله كتير قوي في حياتنا. يعني عندك الاشعه السينيه، الاشعه فوق البنفسجيه، اشعه الميكرويف، ريموت كنترول مثلا بتتحكمي عن قنوات مثلا وانت مش شايفاها. تمام. البث التلفزيوني، موجات الراديو، الالترا ساوند مثلا انت بتفتتي عن طريقها الحصاوي في الكلى. فكل الحاجات دي عباره عن اشعه غير مرئيه بس احنا طبعا بنشوف النتيجه بتاعتها. تمام.